أحمد الريفي يقصف شقيقه بخصوص تصريحاته الأخيرة. نشر أحمد الريفي شقيق الفنان محمد الريفي على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستغرام ستوري يوجه من خلالها كلاما قاسيا لشقيقه التوأم محمد الريفي. وقال أحمد الريفي في تدوينته: قبل يومين كنت طريح الفراش، واليوم أنت في حفل، وهذا دليل على أنك في صحة جيدة. وأضاف نفس المتحدث: قالت لك السيدة الكفيفة التي كانت معك في الحفل جملة تجمع فيها كل شيء بخصوص علاقتك بأمي، ويكفي أن أمك رفعت قضيتها لله عز وجل. وشكر أحمد الريفي عبر نفس الخاصية كل المتتبعين الذين ساندوا أمه، خصوصا بعدما فاجأت أم الريفي الجمهور قبل أيام بمقطع صوتي توجه فيه كلاما لابنها محمد الريفي. وتجدر الإشارة إلى أن أم الريفي قد خرجت مع موقع قناة أشواق عتيفي بمقابلة تشرح فيها كل ملابسات قضية مرض محمد الريفي، موضحة الكثير من الأسرار التي كانت تخفى عن الجمهور المغربي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.